واحد من أهم أسرار النجاح إنك تكون مستعد لما تجيلك الفرصة. المسابقة الأكبر على الشاشات العربية لرواد الأعمال من أصحاب الستارت أب، وإحنا من 2017 بندور على أصحاب الأحلام الكبيرة. اللي إحنا بنحاول نعمله إن إحنا نركب ناس أكتر وعربيات أقل. اللي كسب هو سويفل، علشان نكون فرصتهم اللي بيستنوها. شيزلونج هي عيادة نفسية على الإنترنت. ماني فيلوز مليت الصعيد. أيوة ده أنتوا مفتريين. ومن عندنا انطلقت أهم قصص النجاح في ريادة الأعمال في مصر. بيكيا هو موقع إلكتروني بيحصل عليه مقايضة للمخلفات الغير عضوية مقابل سلع غذائية. أما مع هارمونيكا كل شخص يقدر يلاقي شريك الحياة المناسب بطريقة علمية. سيجما فين أول براند هدوم تكنولوجي متخصص في مجال صناعة البرودكتس الرياضية. الشركات اللي كانت صغيرة دي معظمها حقق نجاح مبهر. ثاندر كان وشكو حلو علينا، جالك استثمار اوريدي 20 مليون دولار. اي دي بلوك احنا بنحاول نقدم بدائل للطوب الاحمر والطوب الاسمنتي. نريد اول شركه في افريقيا تسعى لتطوير مجال العلاج الطبيعي باستخدام الروبوتك سايد. محتار بينكم انتوا الاثنين بصراحه. لو بتبدا شركه وفيها فكره مبتكره قدم على الفرصه. مئات الشباب والافكار اتنفسوا، هدفهم انه يصل هنا عشان يقدم فكرته. الفكرة كبيرة قوي والطموح عالي واحنا محتاجين. ده فاصل الحسم. انا قلبي مع مزارع عشان مصر. مزارع مبروك، زولو هو الفايز. حاجة تشرح القلب. املى الاستمارة على صفحة برنامج الفرصة مع لميس الحديدي على فيسبوك وشارك معانا في الفرصة. سعيدة جدا وفخورة بتقديم هذا البرنامج اللي بيفتح النوافذ لأفكار وشركات مصرية شابة. الفرصة مع لميس الحديدي. للتقديم املى الاستمارة على صفحة البرنامج على فيسبوك أو اعمل سكان للباركود.